السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا بالصدفة تلاقينا مع فادي. فادي كيفاه؟ روابح. فادي روابح. قدم روحك. هاي السلام عليكم، معكم المصارع روابح فادي، لاعب وطني في رياضة المصارعة الإغريقية الرومانية، بطل إفريقي عدة مرات. رانا اون بريباراسيون ان شاء الله، رانا نحضروا ان شاء الله لشامبيون دافريك اللي تكون المجريات تاعها ان شاء الله 6 افريل ان شاء الله. رانا مع الفريق الوطني، كذلك مع الفريق النادي الهاوي مستقبل راس الواد مع كوتشي شانوبي، ورانا نحضروا ان شاء الله، وان شاء الله نشرفوا الجزائر احسن تشريف، ان شاء الله نشرفوها، وان شاء الله نحافظ على اللقب تاعي كبطل افريقي، ونشرفوا دائره راس الواد وليس برج بعراريج في نشرفوها، يعني احسن تشريف ان شاء الله، ونهزوا راي نهزوا العالم بلادنا ان شاء الله، ان شاء الله توجور علم الجزائر طالع. نشكر يعني كل واحد راه اشتي يساعد فينا بالاشياء المعنويه، كسيد فؤاد الخلف توجور يتبع فينا من بعيد ولو بالاشياء المعنويه، نشكره بزاف بزاف. كذلك نشكر شعب راس الواد اللي توجور مدعمنا، وبارك الله فيكم.